السلام عليكم، يعطيكم العافية طلاب الصف العاشر. اليوم بإذن الله رح ناخذ عن الفصل الخامس لمادة التاريخ اللي هي الحروب الكبرى في القرن 20. طبعا مع نهاية هذا الدرس بنكون ختمنا مادة التاريخ بإذن الله. طبعا العالم من أول أو في مطلع القرن 20 صار في عندي حروب عالمية، شاركت في هاي الحروب العديد من دول العالم. طبعا هاي الحروب تركت آثار سياسية واقتصادية واجتماعية على العالم بأسره. بداية بدنا نتعرف على أهم الحروب اللي صارت عندي في القرن العشرين. عندي الحرب العالمية الأولى اللي كانت بين 1914 و 1918، مهم التاريخ يا عاشر. صار في عندي في بداية القرن العشرين تنافس سياسي اقتصادي بين الدول الأوروبية، خاصة بين ألمانيا وفرنسا. شو سبب هذا التنافس اللي كان بين ألمانيا وفرنسا؟ اللي هو تنازل فرنسا عن مقاطعتي الإلزاس واللورين لصالح ألمانيا. طبعا هذا السبب أدى لتطورات عسكرية في أوروبا والعالم، كانت سبب لاشتعال الحرب اللي أطلق عليها اسم الحرب العالمية. ليش يا عاشر سميناها الحرب العالمية؟ لأنها شملت دول العالم أجمع. هيك بنكون حلينا السؤال الثاني من ورقة العمل، اللي هو لماذا سميت الحرب العالمية الأولى بهذا الاسم لشمولها دول العالم أجمع. طيب إيش أسباب قيام الحرب العالمية الأولى؟ طبعا السبب الرئيسي ممكن أحكي اللي هو اغتيال ولي عهد النمسا فرانسوا على يد طالب صربي أثناء زيارته للبوسنة في 28 من حزيران عام 1914، وهو هذا السبب المباشر للحرب العالمية الأولى. بدكم تميزوا يا عاشر بين السبب المباشر اللي هو اغتيال ولي عهد النمسا على يد طالب صربي، وبين الأسباب غير المباشرة لأهمها صار عندي روح قومية بين الشعوب الأوروبية، صار عندي تنافس استعماري بين الدول الأوروبية عشان يحصلوا على المواد الخام والأسواق، صار في عندي أزمات دولية زي الأزمة البلقانية وأزمة مراكش، صار عندي تكتلات وأحلاف دولية. نيجي نشوف شو صار بالحرب العالمية الأولى. طبعا الدول المتحاربة انقسمت لقسمين، عندي دول الوسط وعندي دول الحلفاء. دول الوسط كانت تتكون من ألمانيا، النمسا والدولة العثمانية اللي هي كانت محتلة الدول العربية وبلغاريا. دول الحلفاء اللي كانت تضم إنجلترا وفرنسا، روسيا، اليابان والصين والبرتغال وبلجيكا وإيطاليا، وبنهاية الحرب انضمت الولايات المتحدة الأمريكية. بحكي لي إنه مرت الحرب العالمية الأولى بمرحلتين أساسيتين. أول مرحلة كانت بين عام 1914 ل 1917. بهاي المرحلة تفوقت دول الوسط اللي هي كانت تضم ألمانيا والنمسا والدولة العثمانية، طبعا اللي هي كانت بزعامة ألمانيا. المرحلة الثانية بين 1917 و 1918 تميزت بأنها روسيا انسحبت بعد قيام الثورة البلشفية. شو هي الثورة البلشفية؟ اللي قامت لإنهاء الحكم القيصري في روسيا. طبعا روسيا انسحبت لأنه صار في على أراضيها ثورة عشان ينهوا الحكم القيصري في روسيا. طبعا أسفرت عن قيام دولة اشتراكية سميت بالاتحاد السوفيتي. طبعا بتمنى من الكل يبحث عن شو يعني دولة اشتراكية. طبعا الاتحاد السوفيتي اللي هو انهار بعام 1991. طبعا بعام 1914 أعلنت النمسا الحرب على الصرب. راحت روسيا أعلنت التعبئة العامة، طالبت ألمانيا روسيا بوقف التعبئة بس روسيا رفضت وأيدتها فرنسا، فراحت ألمانيا ردت عليهم بأنها أعلنت الحرب على الدولتين اللي هم على روسيا وعلى فرنسا. طبعا الجيش الألماني زحف لفرنسا عبر بلجيكا وهولندا، راحت أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا بحجة إيش؟ إنها بتدافع عن حياد بلجيكا اللي تعهدت بريطانيا بحمايتها. نعيد، ألمانيا زحفت لفرنسا عبر بلجيكا وهولندا. شو دخل بريطانيا في الموضوع؟ بريطانيا كانت متعهدة بأنها تحمي بلجيكا، فكيف ألمانيا تتعدى على دولة بحماية بريطانيا؟ أعلنت الحرب على ألمانيا. طبعا اتسع نطاق الحرب،
راحت دخلت الدولة العثمانية وبلغاريا للحرب لجانب ألمانيا والنمسا، وانضمت اليابان والصين والبرتغال وبلجيكا وإيطاليا لجانب بريطانيا وفرنسا وروسيا. بعام 1917 انسحبت روسيا عشان زي ما حكينا قامت فيها الثورة البلشفية. بالعام نفسه دخلت الولايات المتحدة الأمريكية للحرب لجانب الحلفاء اللي هم بريطانيا وفرنسا، فتعزز موقف دول الحلفاء. طبعا صار عندي أشد المعارك في الحرب بين فرنسا وألمانيا. استطاعت أثناء هاي الحروب القوات الألمانية أنها توصل لضواحي مدينة باريس، بس دخول الولايات المتحدة الحرب وتقديمها المساعدات العسكرية والبشرية لفرنسا ضد الهجوم الألماني دفع الحلفاء للقيام بهجوم معاكس أجبر الألمان على قبول الاستسلام. فشو السبب يا عاشر اللي خلى ألمانيا تستسلم؟ اللي هو دخول الولايات المتحدة الحرب. نيجي نشوف نتائج الحرب العالمية الأولى. عندي نتائج سياسية وعندي نتائج اقتصادية. طبعا الحرب انتصرت فيها دول الحلفاء وانهزمت عند دول الوسط، وتم توقيع معاهدة فيرساي. معاهدة فيرساي اللي هو مؤتمر الصلح العقد في باريس كان فرض شروط قاسية على ألمانيا. اتضمنت هاي الشروط انه تدفع تعويضات وانها تقتطع اجزاء من أراضيها لصالح الدول المجاورة، وأنه يتقلص عدد جنود ألمانيا وأنها تصير دولة منتزعة السلاح. طبعا من نتائج الحرب أنه تم إنشاء منظمة دولية سميت بعصبة الأمم. لاحقا راح نحكي عن أنه هاي العصبة فشلت في تحقيق السلم والأمن. طبعا انهارت بعض الإمبراطوريات زي الإمبراطورية العثمانية وروسيا القيصرية، وصار في عندي استقلال لبعض الدول. صار في عندي تنافس استعماري وأوروبي على الأقطار العربية، وتخلي بريطانيا عن وعودها للعرب. طبعا لازم نعرف إنه بهاي الأثناء كان العرب طلبوا مساعدة الشريف حسين بن علي، فراح الشريف حسين بن علي وقف مع بريطانيا وفرنسا ضد ألمانيا والدولة العثمانية. طبعا بعد ما خسرت الدولة العثمانية وانهارت بريطانيا، أخلفوا وتخلوا عن وعودها اللي وعدوها للعرب بأنها يصير فيها دولة عربية مستقلة. فراح الأمير فيصل بن حسين حضر مؤتمر فيرساي عام 1919 عشان يدافع عن قضايا العرب. نيجي للنتائج الاقتصادية. زادت مديونية الدول الأوروبية، تراجعت هيمنتها لصالح الولايات المتحدة واليابان، فصارت عندي أزمة عالمية زي الأزمة الاقتصادية عام 1929 بسبب نفقات الحرب. صار عندي تدمير وخراب للمنشآت الإنتاجية زي المصانع، المعامل، الطرق والمطارات والبنية التحتية. آخر إشي بدنا نحكي فيه عن الحرب العالمية الأولى اللي هو النتائج الاجتماعية. صار في عندي فقر وبطالة، صار عندي خسائر بشرية ومادية هائلة، ودخلت المرأة سوق العمل نتيجة الطلب على العمالة. تاني حرب رح نحكي عنها اللي هي الحرب العالمية الثانية. شو السبب المباشر إلها يا عاشر؟ إنه ألمانيا دخلت لأراضي بولندا عشان تسترجع ممر دانزينغ الذي انتزع منها في أعقاب الحرب العالمية الأولى، عشان توصل لبولندا لبحر البلطيق، وفصلت أجزاء من ألمانيا بموجب معاهدة فيرساي عن ألمانيا الأم. فهذا كان سبب مباشر للحرب العالمية الأولى، إنه ألمانيا أرادت استرجاع ممر دانزينغ. طبعا بريطانيا اعلنت الحرب على المانيا بعد ايام قليله تبعتها فرنسا. هاي اسباب مباشره. الاسباب غير المباشره اللي هي اهمها القرارات اللي اصدرها مؤتمر فيرساي اللي فرض فيه شروط قاسيه على المانيا. ظهرت عندي في هاي الاثناء انظمه ديكتاتوريه يعني ظالمه مثل الفاشيه في ايطاليا والنازيه في المانيا. صار عندي سياسه توسعيه لدول الوسط زي توسع اليابان والتوسع الالماني. طبعا فشلت عصبة الأمم في أنها تحل النزاعات اللي نشبت بين الدول. صار عندي أزمة اقتصادية في العالم، أهمها أزمة عام 29 اللي بدأت بالولايات المتحدة وتركت أثرها على العالم أجمع. نيجي يا عاشر نشوف مجريات الحرب. طبعا انقسمت الدول المتحاربة زي الحرب العالمية الأولى لدول الوسط ودول الحلفاء. دول الوسط اللي كانت ألمانيا وإيطاليا واليابان. دول الحلفاء اللي كانت إنجلترا، فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي.
برضو الحرب العالمية الثانية مرت بمرحلتين. المرحلة الأولى توسعت ألمانيا على حساب أراضي فرنسا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ طبعا، وزحفت جيوشها باتجاه الاتحاد السوفيتي وباقي دول أوروبا الشرقية. أما عن المنطقة العربية فهاجمت القوات الألمانية والإيطالية انطلاقا من ليبيا دول الحلفاء في مصر وتونس. بعدين استولت عند اليابان على بلدان الهند الصينية جنوب شرق آسيا، وهي فيتنام وكمبوديا ولاوس، طبعا جزر المحيط الهادي. نيجي نحكي عن معركة العلمين. هي معركة من المعارك الفاصلة في الحرب العالمية الثانية، وقعت في مصر على بعد 100 كيلومتر من الإسكندرية بين القوات البريطانية من جهة والقوات الألمانية والإيطالية من جهة ثانية. طبعا انتهت بأنه انتصرت القوات البريطانية وتركت الحرب حقول واسعة من الألغام في مصر، معظمها موجود حتى يومنا هذا. نيجي نحكي على المرحلة الثانية اللي كانت بين عام 43 لل 45. طبعا قام الجيش السوفيتي بشن هجوم مضاد على ألمانيا، تمكن من تحرير الأراضي السوفيتية من الاحتلال الألماني. بعدين انتقل حتى يحرر بلدان أوروبا الشرقية من ألمانيا. قامت دول الحلفاء بشن هجوم على دول الوسط في كل من مصر وليبيا وتونس. طبعا من أهم الخطط العسكرية اللي قلبت موازين القوى إنه إنزال الحلفاء لحوالي مليون جندي في منطقة نورماندي جنوب فرنسا، بما يسمى تاريخاً إنزال نورماندي. طبعاً هاي الجيوش بلشت تغزو أراضي ألمانيا، انتهى الأمر باستسلام الجيش الألماني وإنهم يقضوا على النظام النازي في ألمانيا. بعد هيك استسلمت اليابان. ليش؟ لأنه قامت الولايات المتحدة بإلقاء قنبلتين ذريتين على مدينتي ناكازاكي وهيروشيما. طبعا بهيك انتهت الحرب العالمية الثانية عام 45. نيجي يا شباب وصبايا لنتائج الحرب. عندي نتائج سياسية، تم فيها عقد مؤتمر بوتسدام لتقرير مصير ألمانيا بعد انتصار الحلفاء عليها. تغيرت الخريطة السياسية في أوروبا، فظهرت عندي ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية. ظهور أعظم قوتين في العالم اللي هم الاتحاد السوفيتي اللي تزعم النظام الاشتراكي والولايات المتحدة اللي تزعمت النظام الرأسمالي. نيجي للتنافس اللي صار بين هدول القوتين، ظهر ما يعرف بالحرب الباردة وتراجع بريطانيا وفرنسا. شو هي الحرب الباردة؟ طبعا حرب ما فيها سلاح، اللي هي حالة توتر وصراع وتنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، لأنهم هدول القوتين عظيمتين ظهروا في العالم. من 45 امتد لحتى 91. طبعا كيف انتهت الحرب الباردة؟ انتهت بسقوط النظام الاشتراكي أو الاتحاد السوفيتي. طبعا في 45 تأسست هيئة لضمان السلم والأمن الدوليين، اللي هي هيئة الأمم المتحدة. بعدين حصلت بعض الدول المستعمرة على استقلالها زي المملكة الأردنية الهاشمية بعام 25/5/1946. وقامت عندي الأحلاف والتكتلات الدولية مثل حلف شمال الأطلسي واللي بضم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وحلف وارسو اللي ترأسه الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية. النتائج الاقتصادية طبعا صار عندي دمار للمباني والمصانع وشبكة المواصلات، صار عندي تراجع للناتج الوطني في الدول المتحاربة باستثناء الولايات المتحدة، صار عندي توجيه الاقتصاد الألماني نحو الأغراض السلمية. عندي النتائج الاجتماعية، صار عندي قتل وجرح عشرات الملايين من البشر، انتشار الأوبئة والأمراض في البلدان المتضررة من الحرب. وبهيك بنكون أنهينا درسنا يا عاشر، ويعطيكم ألف عافية.